حقا نحن نتواجد اليوم في أحد مراكز امتحانات البكالوريا دورة يونيو 2019 وبالضبط بالمركز الاستشفائي محمد السادس، حيث يجتاز أحد المترشحين الذي ألزمه المرض أن يبقى بالمستشفى واستحال عليه أن يلتحق بمركز امتحان العادي. إذن أحدث لفائدة هذا المترشح هذا المركز بترخيص بطبيعة الحال من السيد وزير التربية الوطنية وتطبيقا للمادة 40 من دفتر مساطر تنظيم امتحانات البكالوريا مع تكليف أطور من المديرية الإقليمية لمراقبة هذا الإجراء بكل ما يقتضيه الأمر تطبيقا دائما لدفتر المساطر. إذن حضورنا اليوم من أجل شيئين اثنين، أولا أن نتمنى لهذا المترشح الشفاء إن شاء الله بحول الله مع قوته، وأن نتمنى له كذلك تحقيق أمنيته وهي النجاح والحصول على شهادة البكالوريا بالنسبة لهذه السنة. إذن متمنيتنا مرة أخرى بالشفاء والنجاح لفائدة هذا التنميت إن شاء الله. بأدير أزوان باش ما تسمتش ما تعدبش تمشي للمدرسة وبزاف أنا ما كان قدش نقعد فاسمتو في الكرسي وهذا وما كان يدش نتحرك بزاف هذا عادش علاش جاتني حاجة مزيانة مزيان لا بس الحمد لله مزيانة مادة مزيانة؟ اه جاوتي معاها بريا كي داز الأجواء ديال الصباح؟ عادي على امتحان المرض ماشي راضي باش تحقق داكشي اللي بغيتي وباش اسمتو وباش دير اي حاجه بغيتي. يعني اذا بغيتي شي حاجه راه غتوصل لها خص يكون عندك العزيم. متبع هنايا من ثلاث سنوات كان سميتو في السنة الأولى كان عنده جذع مشترك وكان حتى هو الفروض ما تحتش لي باش يدوز في المؤسسة ديالو، وجاو الإخوان من تاروزنت جزاهم الله خير ودوزوا ليه الفروض ديالو هنا في المستشفى ومشاو والله يجازيهم بخير والحمد لله توفق ونجح وجا لهنا داروا لنا الانتقال لهنا لمراكش وقام متبع دوز العام الاولى بكالوري والحمد لله اللهم لك الحمد على كل حال. انا يعني فكره مزيانه الله يجازيهم بخير لان حتى الدري ما بقاش كيقدر يجلس وهذا الشيء هو ما كان ما نقول الله يجازيهم بخير. هادشي بالنسبة لأجواء الامتحان فهي مرت في أجواء جيدة وعادية، جميع يعني الشروط التي تتوفر في المراكز الأخرى فهي متوفرة بهذا المركز، والمترشح قد اجتاز امتحانه يعني في ظروف جيدة، ونتمنى له إن شاء الله تعالى التوفيق في هذا الامتحان والشفاء بحول الله.